اهلا وسهلا، لاباس عليكم. هنايا كما كتشوفوا جيت بغيت نكمل لكم الفيديو ديال البارح المشتريات. هذا هو داك البرودوي اللي وريتكم. غادي ندير اليوم نقل الفرن ديالي وغادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو اللي سهله. اول حاجه بعدا كتشدوه تتحركوه مزيان حتى تشوتلن، تحركوه مزيان وغادي ترشوه كامل على الفرن. وهانتوما راه شفتوا راه خليته حتى توسخ مزيان وغادي يترش كله الدجاج، اي حاجه، دوك القزادر، كلشي. المهم غادي ندخلوه. هانتوما الطريقه راه غادي توري لكم. ومن الاحسن هنايا كديروا شي ماسك باش حيت شويه داك الروائح وداك الشيء ما يتسربوش للانف ديالكم، حيت داكشي شويه راه كيكون صعيب. وغادي نستمر بنفس العمليه. هانتوما وفاش تنسالي كل شيء كنشعلو واحد العشرة ديال الدقائق غير 100 درجة، كنخليه كيشعل وكنخليه شويه يسخن مزيان مع هذا البرودوي هذا. وفاش كتساليه نتوما حتى دوك اللاطات راه قديتهم كل شيء كندخلو وكنسد عليهم. وفاش كنسالي كما قلت لكم 10 ديال الدقائق وكنخليه حتى يسخن مزيان. دابا خلاص فاش غادي يسخن غادي نوريكم. كندير خلاص ضروري لي ليغون حيت راه داك البرودوي هو ضروري، اي برودوي خصكم تخدموا بالصباعيات. وهنايا كما كتشوفوا راه غير كنجي فاش ندوز عليهم. هنا تقطعوا لي شي مقاطع ديال الفيديو. هنايا دوك اللاطات كما قلت لكم راه خليتهم حتى توسخوا مزيان وغادي ندوز كنمسحهم. راه كيجيو ساهلين صراحه، ما عندكمش بزاف ديال المشاكل. جربوا داك البرودوي وكاين هما برودويات كثار، خلاص ماشي غير واحد غير جوج، راهم كثار. هنايا في حتى في الفرن كنحاول نحيد حتى هاد الجناب هادو فين كان يكونوا اللاطات، وهكا حتى هما راه ممكن تحيدوهم وكديروا عليهم حتى هما نفس البرودوي وكتخليوهم، راه كيخرجوا رائعين. هذه هي النتيجه فاش ساليت الاوفن ديالي. راه الاوفن شويه ماشي جديد راه قديم، ولكن راه داك البرودوي رائع. جربوه وحتى تردوا عليا.